السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ اليوم بالفصل الأخير من وحدة الصوت، وهو فصل الظواهر الصوتية، ونبدأ بالدرس الأول وهو انعكاس الصوتي وامتصاصه. ماذا نقصد بانعكاس الصوت؟ انعكاس الصوت هو ارتداد الموجات الصوتية نتيجة اصطدامتها بحاجز قاس وأملس، وكما هو واضح في الشكل المجاور يوجد أنبوبان فارغان من الورق الكرتون المقوى وساعة منبه وطالب، ويبين عنا بأن الصوت الصادر من الساعة إذا اصطدم بالسطح القاسي الأملس فإنه ينعكس باتجاه الطالب فيتمكن الطالب من سماع الصوت. إذا عند النظر للأشكال السابقة نلاحظ أن الصوت عندما يصطدم في حاجز، وهذا الحاجز يكون قاس وأملس كما هو واضح في الشكل، هذا الجزء من الشكل قاس وأملس فينعكس الصوت إذا اصطدم به، بينما هذا الجزء من الجسم هو خشن وطري فإذا اصطدم به الصوت فإنه يحدث له امتصاص ولا يحدث انعكاس. إذا عند النظر إلى الأشكال السابقة نلاحظ أن الصوت عندما يصطدم في حاجز فإن جزء منه ينفذ خلال الوسط كما هو واضح هنا، وجزء آخر ينعكس كما هو واضح هنا، وجزء من الصوت عندما يحدث له امتصاص. على ماذا يعتمد امتصاص الصوت؟ يعتمد امتصاص الصوت وانعكاسه على طبيعة الصوت ونوع السطح الذي تصطدم به الموجات الصوتية. فعند اصطدام الصوت بسطح قاس أملس مثل المعدن أو الزجاج أو الرخام أو الزخرف أو الخزف فإنه ينعكس، بينما إذا اصطدم بسطح خشن مثل الخشب فإنه يحدث له امتصاص. إذا اصطدم الصوت بسطح قاس أملس كالرخام والخزف والزجاج والمعدن فإنه ينعكس، بينما إذا اصطدم بسطح خشن كالخشب الواضح في الشكل فإنه يحدث له امتصاص. فما هو انعكاس الصوت وما هو امتصاص الصوت؟ نستنتج إذن بأن انعكاس الصوت هو ارتداد الموجات الصوتية نتيجة تصادمها بحاجز قاس وأملس، وهذا الجزء القاسي والأملس أو الحاجز القاسي والأملس يكون مثل الرخام والزجاج والمعدن، بينما امتصاص الصوت هو امتصاص الموجات الصوتية نتيجة تصادمها بحواجز لينة خشنة مثل الفلين واللبات. لماذا تغطى جدران القاعات الكبيرة مثل المسارح وصالات الأفراح بمواد خشنة مثل الفلين والخيش واللبات؟ هذه المواد مواد خشنة لينة، فإذا سقطت عليها الموجات الصوتية فإن هذه المواد تمتص هذه الموجات الصوتية فلا تشوش الموجات المنعكسة على الموجات الأصلية فيكون الصوت واضح للمستمعين. لدينا الآن مجموعة من المواد سنبين فيها أي هذه المواد سوف تعمل انعكاس للصوت. لنبدأ بالمادة الأولى الخشب. الخشب هي مادة خشنة تعمل على امتصاص الصوت، بينما الزجاج مادة قاسية ملساء تعمل على انعكاس الصوت ولا يحدث فيها امتصاص للصوت. الخزف هي مادة أيضا قاسية تعمل على انعكاس الصوت ولا يحدث هنا امتصاص للصوت. الفلين مادة طرية تعمل على امتصاص الصوت. الكرتون مادة طرية تعمل على امتصاص الصوت. إذا الخشب يمتص الصوت، الزجاج لا يمتص الصوت، الخزف لا يمتص الصوت.